يا الله نقولوا بسم الله يا سيدي. بالنسبة للإكزرسيس الأول هو ديال الأناليز إتيود دو فونكسيون، فيه شحال من بارتي؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة ديال لي بارتي. فوالا، دونك هو اللي نبداو به الأول. في الأول قالولنا سوا جي أون فونكسيون نيميريك ديفيني سيغ أر، صافي عطاونا واحد فونكسيون جي ديفيني سيغ أر بهذا التعبير هذا اللي فيه الإكسبونونسيال. أول سؤال étudie les variations de g. Un سؤال سهل باش نتيديو لي فاريسيون ديال اون فونكسيون، il suffit اننا نحسبو لا ديريف صاف. دونك سي فاسيل اننا نحسبو غير لا ديريفي وندرسو الإشارة ديال لا ديريفي، لو سين ديال لا ديريفي صافي، وكنكونو عرفنا لي فاريسيون ديال لا فونكسيون. كانت لا ديريفي بوزيتيف دونك المهم هادشي الشيء كتعرفوه نتوما، هادشي غندوزو عليه بالزربة. الو بروميير كيسيون، دونك كيما جي بريم دو اكس هي هاد لا ديريفي ديال لا فونكسيون هي اكس موان دو بريم اكسبونونسيال بلوس اكس موان دو فوا اكسبونونسيال بريم، هاكا الديريفي ديال دو هي زيرو. دونك اكس موان دو prime exponentiel x plus x moins 2 exponentiel x prime. On a dit la calculina, c'est exponentiel x plus x oui. Non. Tu dois d'abord attendre pour oublier la dérivable de les conditions, on a dit qu'on peut dériver. Tu as dit que tu as dit la dérivée. Il a tout le monde qui a montré qu'elle est dérivable. Et calculer la dérivée, c'est moins un peu plus binaire la dérivable. Et maintenant, il n'a pas d'abord cette dérivable binaire. Mais il m'a bien dit, je m'a. Tu m'as montré la bêche de plus binaire. Même si. Et là, la question qu'on fait, c'est que tu montres bien la dérivable. Quelle est la question? ولا بغي الواحد يدير الاحتياط ديالو باش هكا يكون كيما كلامه صحيح ما يكونش عنده مشكل، يذكر بان ديريفاب يقول جي اي ديريفاب سور ار، ويفسر علاش. يقول بلي ان الاكسبونونسيال اي ديريفاب سور ار وهذاك بولينوم، دونك البرودوي ديالهم ديريفاب صاف، دونك لا سوم ديالهم مع دو تاهي اللي هي فونكسيون بو انستون dérivable c'est sur R, donc couche dérivable. Ça va? Je vous le répète, c'est pas mal. Tawal je fais. Il est cano. Talben a zéma la question. On a regardé taille fait un bien. Voilà qui est cano. Ma talben je goûte la rêve. Bon, il est sur A. G est dérivable car la fonction exponentielle est dérivable. Ou le G est dérivable comme produit et somme de fonctions dérivables. Ça va? كمجموع وضرب ديال الدول قابل للاشتقاق. دونك هنا يسوفي نعملو بالاكسبونونسيال، اكسبونونسيال اكس فاكتور 1 بلس اكس موان 2 غتولي فاكتور اكس موان 1 صافي. اكسبونونسيال بوزيتيف داكشي اللي عملت بها باش هكا تبقى لي شي حاجه حداها وندرس الاشاره ديال ديك حدا. لو سين ديال جي بريم دو اكس هو لو سين ديال اكس موان 1، دونك يسوفي نقول الجمله لو سين دو g prime de x est le signe de x moins 1. Les qui disent lever la main, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Nous activer le micro ou le micro. Et le signe de x moins 1. Let's see. Haïdé de Mouchem. هيدي دونك سي سوفي ندرسو اشاره اكس موان زان. اكس موان زان باينه كتنعدم في واحد، دونك نحتاجو نحلو لا ايكواسيون لا حتى شي حاجه، حيت الحاجه اول خطوه باش تحددو لو سين ديال شي فونكسيون ولا شي تعبير خصكم تعرفو فين كينعدم. هادي ديما تنقولها، تعرفو فين كينعدم اولا، عاد ديرو هاديك الخطوه ديال ديرو الطابلو دو سين ولا شي حاجه. بما اننا هنايا اكس موان زان عارفين فين كنعدم باينه، دونك كنعدم في ان، دونك نديرو فحال هكا اكس موان زان كنعدم في ان
هنا لو سين ديال اكس موان زان اللي هو هنا موان بلوس باينه، وهنا لو سين ديال جي بريم دو اكس غيكون هو لو ميم سين ديال اكس موان زان، حتى هي غتنعدمنا تكون موان بلوس. وهنا نديرو لي فاريسيون دو جي غتكون ديكروسونت، هنا ديكروسونت هما طلبوا مني ندير غير لي فاريسيون، انا درت لو طابلو دو فاريسيون. كنصحكم انكم ديروا لو طابلو دو فاريسيون لانه تيكون جلوبال، يعني تيكون شامل، تيكون شامل لكلشي، فهمتوا كيفاش؟ اللي كيخليكم عندكم واحد الفيزيون على الفونكسيون، يعني كتكون فيزيون يعني اوضح اكثر. ناتي استاذ ديك جي بريم دو اكس واش ما غاديش نعدم حتى زيرو؟ شنو هو؟ جي بريم دو اكس غادي نحطها في زيرو. ما فهمتش، ما فهمت، عاود عاود السؤال ديال هذاك الطابلو جي بريم دو اكس كتنعدم في واحد. اها عندي واش ما غاديش نعدم حتى زيرو؟ ما غاديش تتنعدم حتى في فاش زيرو. الصوت عندك ضعيف. ما نسمعش مزيان صراحة. لا لا صافي صافي. كتنعدم غير في واحد، ما كتنعدمش في زيرو. اكسبونسيال زيرو هي واحد. يس صافي. دونك هنا نكالكيلو ليماج دو ان، الصورة ديال واحد الى حسبتوها بلا فونكسيون اللي عندكم، الاحسن يكون لي نونسي قدامكم باش تقدروا تتبعوا معايا. سي ليماج ديال ان هي دو موان موان او، هي دو موان او، ها هي فوالا. نسيت ما درتش هنايا اسم ولا فين كنت فين فين لا معرفة. واحد القضية، بما اننا يعني خصني نهضرو بصفة عامة، ف بارفوا تتكون الفونكسيون ما عرفهاش في ار كلها، وكتكون الاشاره ديالي اشاره ديال شي حاجه معرفه في ار. فمثلا كون كانت جي بريم هنخدمو غير في الانترفال ان بلس لانفيني، فغنديرو الطابلو ديال اكس موان زان بوحدو نخدمو في ار كلها، او يعني نخدمو في ار كلها وناخدو غير ديك البارتي اللي حنا محتاجينها من ان بلس لانفيني، فهمتو؟ يعني هادشي ديال الطابلو سين راه كتعرفو ليه كامل، يعني بلا ما نطول فيه بزاف. اللي عنده شي كيسيون يقدر يطرح. هنا خصنا ليميت في موال انفيني، حنا ما مطالبينش باش نعمرو هاد لي ليميت، ولكن اللي احتاجيناهم غنرجعو نديرهم. صافي غنرجعو نديرهم تما، دونك غنفوتهم دابا، مي راه غادي نديرهم، غنحتاجهم غنديرهم. دونك كيسيون دو، دابا دابا درت لي فاريياسيون، الفاريياسيون درتهم دي كرواسونت في موال انفيني ان و كرواسونت في ان بلس لانفيني. دابا غنشوفو الكيسيون دو، هاد الكيسيون دو بزاف اللي لقاو فيها مشكل، داكشي علاش نديطاييها مزيان. قالوا لنا مونتري كو ليكواسيون جي دو اكس ايكوال زيرو ادمي اكزاكتومون دو سوليسيون زيرو اي الفا طون ار، بينو ان المعادله هادي تقبل الحلين، المعادله جي دو اكس ايكوال زيرو تقبل اكزاكتومون دو سوليسيون، يعني غير هما اللي كاينين زيرو و الفا في ار طون ار. وقالوا لنا بلي الفا مونطريو انه كبر من واحد وصغر من جوج، يعني محصور ما بين واحد وجوج. مزيان، هنا قلت لكم طابلو دو فارياسيون او لو طابلو دو فارياسيون اللي درنا كيعطيكم واحد النظره شامله. هنا اذا حسبتوا الليميت ديال الليميت في موال انفيني غتبان لكم هي باينه، ليميت في موال انفيني ليميت دي اكسبونسيال هي زيرو ياك، دونك ليميت في موال انفيني هي دو، هي دو ليميت في موال انفيني هي دو. دونك هنا غتكون عندنا دو، هي دو، وهنا ليميت في بلس لانفيني غتكون بلس لانفيني، حتى اكس موان زان بلس لانفيني و ليكسبونسيال حتى غتمشي بلس لانفيني. شنو خصكم تلاحظوا هنايا؟ دابا هاد اللعيبة ديال الدالة، شوفوا معايا مزيان، الدالة هبطات بحال هكا، هبطات حتى لدو موان او، كيدير دو موان او بما ان او كبر من جوج، دونك دو موان او صغر من زيرو. ها دونك كانت فونكسيون كانت بوزيتيف جايه من دو ونزلات ولات نيجاتيف،
دونك على من دازت دازت مع على الزيرو يعني تقاطعت مع محور الافاصيل تقاطعت مع لاكس ديزابسيس وكخصكم تقشعوها يعني الزيرو كاين هنا كاين الزيرو كذلك عاوتاني هنايا كانت نيجاتيف دو موان او وطلعت بلس انفيني دونك داس على الزيرو دونك الزيرو كاين هنا وهذوك هما الجوج اللي هضروا لينا عليهم غنبينوا بانهم كاينين غير هما نسولكم باش يكونوا غير هما فقط شنو خصو يتوفر كونتينيتي و المونوتون ستريكتومون مونوتون ها ستريكتومون مونوتون اللي عرفنا ان حيت ستريكتومون مونوتون هي اللي غتضمن لي ان الفونكسيون ديالي دازت على الزيرو مره واحده يعني دارت بحال هكا يعني دارتها فق ولا طلعت يعني كاين غير جوج يعني هنا ولكن ستريكتومون مونوتون فين بحال دابا انا ستريكتومون مونوتون خاصها تكون في موان انفيني ان بوحدها وفي ان بلس انفيني بوحدها يعني غنهضروا على نديروا نبينوا البيجيكسيون في موان انفيني ان بوحدها وفي ان بلس انفيني بوحدها صافي دونك هادي هو الكيسيون 2 كيفاش غنديروا لها كيسيون 2 نقولوا بلي لحظه معايا راه الفريق اللي كنكتب بها راه هي غيداكسيون سليمه فهمتوا بون غيداكسيون تقدروا تبقاو ديروها دونك 2 غادي عندي دو بوان البوان الاول غنهضر فيه على موان انفيني ان السوليسيون الاولى اللي هي زيرو وما عطاوها لي قالوا لي زيرو اي الفا باش نعرف شنو هو الزيرو شنو هو الفا الزيرو راه كاين في موان انفيني ان ما كاينش في ان بلس انفيني دونك الزيرو هو اللي غيكون هنا دونك لي ما جيتو زيرو اللي حسبتوها غتكون غتكون زيرو دونك خصنا نبينو غير انه هو الوحيد دونك شنو غنقول هانت غنقول جي ما نطورش الهضره بزاف جي كونتيني حاولوا لا ريداكسيون ديالكم تكون مقتضبه كونتينيو اي ستريكتومون ديكروسانت سور موان لانفيني ان ياك الا كانت كونتينيو ستريكتومون كروسانت ديكروسانت موان لانفيني ان الوغ اذا جي هي تقابل جي اتون بيجيكسيون دو هادي خصكم تولفوا عليها الجمله بيجيكسيون من كذا الى كذا بيجيكسيون دو موان لانفيني ان فيغ ليماج ديالو سميوها جي اللي هي جي دو موان لانفيني ان الى كالكوليناها حنا عندنا لي ليميت عندنا كلشي بما انها ديكروسون غادي تقلبوا هادو وكذا ولا نشوف غير هنايا هي دو موان او دو طابلو دو فاريسيون كيبين لك داكشي ساهل دو موان او تكون مغلقة انه الان غادي تقلب ديكروسون دو هنا مفتوح لان هاديك ليميت درنا ها شنو اولا عندنا زيرو عندنا زيرو ابارتيان ا جي دو موان انفيني دو موان انفيني ان باردون ياك اي جي هي بيجيكسيون هي تقابل هي بيجيكسيون جي هي بيجيكسيون هي اون بيجيكسيون والتعريف ديال البيجيكسيون تيقول لك لكل عنصر من مجموعه الوصول يوجد سابق واحد بور توت اليمون دو لونسومبل داريفي الي اكزيست ان اونيك انتيسيدون دونك جي هي اون بيجيكسيون جي هي اون بيجيكسيون Alors, qu'il y a un unique antécédent. Il existe un unique antécédent de zéro. Il existe un unique mensemich alpha C appartenant à moins l'infini 1 tel que J de C est égal à 0. Ou on a un unique خصكم تقشعوا واحد اللعيبه هما عطاونا قالوا لنا زيرو والفا حنا عارفين زيرو هو اللي كاين هنا في موان انفيني ان بما ان الصوره ديال الزيرو اللي حسبناها اللي حسبنا الصوره ديال الزيرو غنلقاو هي زيرو الوغ راه زيرو هو لا سوليسيون زيرو اي لا سول سوليسيون دو جي دو اكس ايغال زيرو dans l'intervalle moins l'infini 1.
النقطة الأولى دابا البوان الثاني غنهضر على الانتغرال ان بلس لانفيني صافي دو ميم أو نفس الطريقة جي لاحظوا أنني ما غنعرفش نقول كونتينيو ستريكتومون ديكروسونت دونك غنقول دو ميم جي إيت أون بيجيكسيون سور une bijection de 1 plus l'infini vers un semi de G', le G de 1 plus l'infini. Et là, je trouve le tableau G de 1 plus l'infini, c'est pour la taille, il y a 2 moins E plus l'infini. On va dire que le kawaii est le. C'est vrai, bien, hein? صافي غنقولوا بلي 0 راه كاين في ليماج 0 ابارتيان ا جي 2 1 بلس لانفيني علاش حيت هاد الانترفال دو موان او راه نيجاتيف هادي دونك 0 كاين هنا كاين هنا 0 دونك 0 ابارتيان جي 2 1 بلس لانفيني دونك الى اكزيست واحد لينيك هذا هو اللي نسميه الفا الفا ابارتيان هو 1 بلس لانفيني تلكو جي 2 الفا ايكال 0 يعني الفا هو سوليسيون ديال جي 2 اكس ايكال 0 ولكن قالوا لنا واحد الحاجه اضافيه هما قالوا لنا اننا نبينوا باللي الفا محصور ما بين واحد وجوج صافي قالوا لنا نبينوا باللي الفا محصور ما بين واحد وجوج فغادي نجي باش نبين هذه القضيه شنو خصني ندير خصني نبين ان الزيرو كاين بالضبط في ليماج ديال الانترفال واحد وجوج يعني نقدر نحسب جي دو 1 وجي دو 2 ونبين ان البرودوي ديال جي دو 1 وجي دو 2 نيجاتيف يعني واحد فيهم بوزيتيف والاخر نيجاتيف هادشي كيعني ان الزيرو appartient à l'intervalle 1, 2. Donc G de 1, la septua, je vais regarder ça avec vous. Je vais dénoncer ce téléphone. Donc, je vais changer là. G de 1, la septua, je vais dire la fonction, c'est 2 moins E. Ça n'a pas de barrière de tableau, je vais s'en parler. 2 moins E. Ou G de 2. Y est 2. Ah, y est 2. Je suis sûr que G de 1 fois G de 2 négatif. Je suis sûr que alpha qui est l'intervalle 1, 2. Ça fait. What had you? صافي تقدروا تجاوبوا عليها تقدروا تجاوبوا عليها هكا تقدروا تحسبوا ليماج ديال الانترفال ان 2 صافي علاش ما درتيش تيوغم دي فالور انترميديير نيشان تقدر دير تيوغم دي فالور انترميديير تقدر ديرو باش نجاوب زعما على هاد لي دو كيسيون لا غير تاني حيت نتايا لقيتي زعما لقيتي بلي كاينه سوليسيون واستعملتي تي في اي باش تلقى الانترفال خاصك انا قلت لك تقدر تستعمل تي في انيشن تقدر تستعمل تي في ولكن بيجيكسيون يعني قل من تي في في الشروط ديالها فهمتي ولكن بلاتي هي صراحه بحال درت تي في حددت ديك الشرط الثالث بصح تقدر دير تي في ولكن حتى هذه صحيحه لانه ولا درت هانت نقدر ندير واحد الطريقه اخرى هانت شوف غنقول بلي نحسب الانترفال ليماج ديال الانترفال 1 2 اوفير صافي بما انها كونتيني في ان دو غيكون ليماج هي كي دايره في ان دو كروسونت ياك دونك بحال تكون جي دو 1 جي دو 2 حيت كونتيني غتكون ليميت هي ليماج فهمت نقدر ندير هكا جي دو 1 جي دو 2 هي 2 موان او 2 صافي وغنقول بلي 0 ابارتيان ا جي دو 1 2 ياك ودونك الفا غيكون في 1 2 فهمتي لونتيسيدون ديال الزيرو غيكون في 1 2 بالضبط صافي هذه طريقه اخرى باش تجاوب مزيان فهمتو كيفاش حيت اون جينيرال جي دو اي الا كان شي ايغريك كاين في جي دو اي لونتيسيدون ديالو غيكون في اي هذه معروفه معروف هاد القضية ياك دونك واضح
مهم اللي عندكم دي كيستيون غير سولوا سولوا لازم عند اللعبة مزيان دونك دابا ندوزو نعم حاولي تهضري بالزرب حاولي تهضري تهضري مجهد حيت دير غير الباف ديال البيسي وما كنسمعش مزيان ما نقدروش نديرو يمكن هنا التي في اي على السؤال الثاني حيت عندنا دوز انترفال اوفر من لي كونديسيون ديال التي في اي خاص يكون انترفال فيرمي لا لا ناخد السلاح الاحمر على هاد القضيه هانت تي في اي ونو بوغني يمكن لا 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 تي في اي تي في اي شوف شوف تي في اي اش كتقول لنا كاين نهضروا على يعني تي في اي من غير داك الشرط ديال ستريكت مونوتون دونك كتكون عندنا الكونتينيتي و جي دو ا في جي دو بي inférieur ou égal à 0. Elle dit qu'à il existe alpha min l'intervalle AB fermé. Savez ou qu'un TVM qui coule continuité ou certaine qui coule G de A, G de B inférieur strictement à 0. Elle dit qu'à il existe alpha min AB ouvert. علاش لان هاد او ايغال 0 كتعني ان يقدر هذا يسوى 0 او هذا يسوى 0 يعني يقدر داك الحل يكون هو او لا بي فبالتالي الفا يقدر يكون سوا ا يقدر يسوى بي ولكن الا كان هادو بجوجهم ديفيرون دو 0 فتا واحد لا ا لا بي ما غيكون هو الفا فهمتي بالتالي كيخرجوا من الانترفال ما كيكونوش مرشحين انهم يكونوا هما اللي كتانيلو فيهم لا فونكسيون فهمتي هذا دابا يعني تي في اي كتقدر تعطيني ليكزيستونس فواحد الانترفال اوفر اه داكو شكرا استاذ فهمت اي و تي في اي ربما كتهضري على الا كان شي انترفال بحال هكا الا كان شي انترفال بحال موان لانفيني بحال هكا ياك هذه من الاحسن اغلبيه الحالات كتجي مع التيغوم دو بيجيكسيون ما يمكنش نحسبو ما يمكنش نحسبو جي دو موان فين لكن هي شي ليميت فيها موان فين ما نقدروش نديروها بصح و التيغون بيجيكسيون تيكون براتيك اكثر صراحه براتيك احسن مزيان دونك دوزو لو سين دابا اون ديدوير لو سين ديال جي دو اكس جي دو اكس دون ار وشوفوا معايا دابا لاحظوا انه يعني من طابلو دو فارياسيون لاحظنا بسهوله ان الفا غيكون هنا الفا غادي يكون هنا الفا هو الثاني اللي ليماج ديالو كتسوى 0 خاصها تكون عندكم المهاره ديال انكم من الطابلو من هنايا من هذا الطابلو هذا يبان لكم ان الفونكسيون كانت في 2 نعدمات يعني هنا كانت بوزيتيف فوق الزيرو كانت هنا ولات تحت الزيرو من هذا الزيرو لهذا الزيرو كانت نيجاتيف ولات تحت لاكس ديزابتيس ومن هاد الزيرو لبلوس لانفيني طلعات الفوق ولات بوزيتيف هنا يعني بحال هاد الشكل هذا شوفو معايا هنا هادي اللي بالحمر لا فونكسيون نيجاتيف ودوك اللي بالزرق لا فونكسيون بوزيتيف فهمتو كيفاش دونك سولتكم على لو سين عاد قولوا لي من موان لانفيني زيرو هنا والفا بلوس لانفيني لا فونكسيون ديالنا بوزيتيف وفي لانترفال زيرو الفا la fonction est négative. Ça va? Wadha. On va revenir à la question que je vous ai dit au début, parce que je vous ai dit le signe de quelque chose, on va savoir qu'il y a un adme. On a savoir que le jeu est un adme. C'est un côté autre, une division autre, pour voir le jeu. احنا الجيك عرفنا انها كتنقدم فقط في 0 و الفا ومعرفه في اخ دونك هنا كتنقدم فيهم فوالا
دونك هنا كيعيب لكم شنو ديروا ملي غديروا كايبان لكم شنو ديروا. لا تقدروا تشوفوها بواحد الطريقه اخرى. عندك الا كان اكس سوبيريور الفا والفا كبر من واحد ولا فونكسيون ديالنا كرواسونت في ان بلس لامبين دونك جي دو اكس سوبيريور جي دو الفا. ندخل جي بلا من نبدل هذا وجي دو الفا هي زيرو دونك جي دو اكس سوبيريور زيرو. هاي ولا كان انفيريور الفا تكون جي دو اكس انفيريور زيرو. لا صافي ولا كان اكس انفيريور زيرو بما ان لا فونكسيون ديالنا هذيك كرواسونت في موان انفيني ان حيت الان كاين هنا ف جي دو اكس تكون سوبيريور جي دو زيرو هي زيرو. جي دو اكس سوبيريور زيرو في هاد البلاصه هادي الا ما قشعتوهاش بحال اللي قشعتها انا من الطابلو دو فارياسيون. بانت ليا ان هكا بان ليا الرسم ديالها كيفاش غادي يكون. فهمتوا دونك كاين بزاف ديك بليس بليس بين غير ديك مول. انا مشيت درست من صفر لواحد ومن واحد للالفا والثاني اللي جمعت ديك الانترفال صفر واحد وواحد والفا تلاقيهم بجوج نيجاتيف. فهمتك فهمتك حيت هي ما كتنعدمش في ان. فهمتي دونك فين كيفاش كنقولوا ان الفونكسيون غتبدل الاشاره هي ملي كتنعدم في البلاصه فين كتنعدم كتبدل الاشاره. فهمتي يعني هنايا هنايا ليماج ديالو هي دو مو. هنايا هي لا فونكسيون معرفه في ان يعني ما نديروش شي دو بار هنا ولا شي حاجه. شنو اللي ما فهمتيش فيها كيفاش لقينا الموا؟ لا لا قلت لك استاذ غير الطريقه زعما انا ما درتش موان ديريكت. انا ما خدمتش من زيرو للالفا خدمت قسمت المجال خدمت من زيرو لواحد ومن واحد للالفا. اي تقدر ديرها انت ولكن غدير واحد البار هكا ما غديرش فيها انعدام ولا شي حاجه غدير موا موا حتى هي صحيحه هي موا. جمعهم جمعهم ودير موا. لا ما درت كاع داك الخط ديال واحد درت موان ديريكت بجوج. اي صافي مزيان صافي. هي بعد مره تحضيو راسكم كتكون ما معرفاش لا فونكسيون راه معرفه في ان عندي من اللي معرفه هي. مزيان دابا ندوزو للدوزيام بارتي. دابا البارتي الاولى مزيانه عرفنا لو سين ديال جي ايتترا غادي نفهم هادشي. لا دوزيام بارتي قالوا لنا on considère la fonction numérique f sur définition r par aïe marfa bat ta'bir x carré sur 1 moins exponentielle x il a qu'un x différent de 0 ou sur la dire 0 il y a 0 خصكم تعرفوا ان النقط الكثيره اللي هي تكون في ليتيد دو فونكسيون وليتيد دو فونكسيون راه من يعني من فهاديك البارتي ديال الاستعداد الوطني اللي في المنصه ليتيد دو فونكسيون هي اللي فيها بزاف الفيديوهات حيت هي مهمه بزاف ومن شحال هادي وحنا بدينا نخدموها وداك الشيء بديتو كونتينيتي دي ريبابيتي داك الشيء بديتو من الاول الان دونك هو اللي كيكون مرسخ عندكم في الدماغ ديالكم اكثر. فحاولوا مزيان انكم ليتيد دو فونكسيون تلعبوا عليها اكثر من لي زوتر كو سيرتو ليتيد دو فونكسيون لو كنتي واعر فيها راه غتجيبها كلها صحيحه والله تجيب الا زعما تحط شي سؤال فيها صعيب غتخلي واحد السؤال ولا شي حاجه يعني فرص انك تجيب لي نوط فيها كثيره بزاف ما والفرص انك تعكل فيها قليله يعني تحل بشي حاجه ولا انها واضح. مزيان دونك ماشي ديما نبغي نتابع المهم السؤال الاول كالكولي ليميت ملي كيدير لكم هاد اللعيبه هادي كيقصدوا اننا نحسبوا ليميت في بلوس او موان انفيني بجوج نحسبوا ليميت كون اكس تنبغ موان انفيني و ليميت كون اكس تنبغ بلوس انفيني ديال لا فونكسيون. الوغ ليميت في موان انفيني غنزرب عليهم هنايا ليميت في موان انفيني سي ولكن الغيداكسيون لان الهدف ديالنا تعرفوا غيداكسيون تكون واضحة وتكون الغيداكسيون ما تخسركش بزاف ديال الوقت وما كتضيعلكش الوقت بزاف. دونك عندنا ليميت في موان انفيني وليميت في بلوس انفيني وعندنا لي برونش انفيني ثلاثة ديال الحاجات ليميت في موان انفيني وبلوس انفيني ولي برونش انفيني دونك عندنا 3 بوان خصنا نهضرو عليهم. فهمت
الجزء الثاني كيسيون واحد. النقطة الأولى ليميت كون اكس تنفير موان انفيني اف دو اكس تيغال غنشوف لا فونكسيون ديال اللي هي التعبير ديالها هو هذا دو نكتبو هنايا اكس موان دو اكس موان اكس. أول حاجة نشوف ديريكتومون شنو غتعطيني ليميت موان انفيني ديال اكسبونونسيال اكس هو زيرو هنا غادي هنا موان انفيني دونك موان انفيني في زيرو فهمتي اكس تنفير لا ماشي هي ديال لا فونكسيون عفوا انا بقيت شاد الفونكسيون ماشي هي هي اكس او كاري سيغ ان موان اكسبونونسيال اكس هي هاديك دونك هادي هي الفونكسيون ديالنا اف اللي راه جي اللي كتبتها هنايا هادي هي اف ديالنا فلا درتو مباشرة غادي يكون بلوس لانفيني سيغ ان هاد ليميت ديال اكسبونونسيال هي زيرو في موان لانفيني دونك الريزولتا هو بلوس لانفيني شوف كاغ ليميت ديال اكسبونونسيال اكس كون اكس تنفير موان لانفيني سي زيرو صافي جاوبت على ليميت في موان لانفيني شتو كيفاش لا يعني ما تكتبش بزاف والجواب ديالك واضح ليميت ديال اكسبونونسيال ليميت ايزيال هي اللي خدمتيها صافي قللتي الجواب ديالك ليميت و اكس تنفير بلس لانفيني دابا الاف دو اكس نشوف ماشي بالضروره نكتب التعبير ديال الاف دو اكس في ليميت ماشي بالضروره لا نيشان بالضروري هو يعرفك كيفاش لقيتي هذيك الليميت كيفاش لقيتي ديك الليميت لقيتيها باستعمال هذه القضيه هذا هو الكلي اما اكس كاري هذيك راه من السيزيام انتما كتعرفوا الليميت ديالها هي بلس لانفيني صافي هاد الشيء لا هاد الريبونس كتبين انه يعني اولا نتايا كتسهل عليك بزاف ما كتضيعلكش الوقت ثانيا حتى المصحح صافي كتجي ساعه كيجي كيدير لك معلم 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 بس بقاش تحمقوا بزاف فهمتي حيدر دونك دابا هنا غنشوف كتعوض فوقاش كتعوض بالتعبير باش تعرف الا كان محتاج انت تعوض يعني فيها شويه الخدمه ما هذه باينه واضحه تحمق صرات مع بزاف دونك هادي غنشوف انا نشوف في التعبير ديالها في الوساخ دابا هاد الشيء اللي كنكتب في الجنب راه هو الوساخ الى تشوف كيبان لي هنايا في بلس لانفيني غتجيني بلس لانفيني على على موان لانفيني فورم انديتيرميني صافي دونك هادي فيها شويه الخدمه خصني ندير نزيد نعوض التعبير وندير بزاف الحاجات اذا نكملوا كما قلت لكم هاد الليميت فيها شويه الخدمه دونك غنمشي انا كنوريكم كيفاش تتعامل في ليكزامان في ليكزامان اوراقه الوساخ هي ديال اللي من ديال غنجي غنقول بلاتي غنجي نقول هاد الليميت كيفاش غندير ليها انا عندي ليميت في كون اكس تنفير بلس لانفيني خصك تشوف الكوسيون اللي يكون عندك كوسيون بحال هكا عندك اكس كاري وعندك تحت اكسبونونسيال في نظركم شكون اللي غيغلب واش ليكسبونونسيال ولا ولا اكس كاري شكون اللي لانفيني ديالو كبر ليكسبونونسيال دونك موان لانفيني دونك موان لانفيني اللي لتحت كبيره دونك بين الليميت هي زيرو يعني انا عرفت الليميت شنو هي دابا خصني غير كيفاش مونطري انها زيرو ياك دونك يسوفي انني نعمل بلو تيرم دومينو الفوق ولو تيرم دومينو اللي لتحت دونك نعمل الفوق ب اكس كاري ولتحت باكسبونونسيال اكس صافي هادي مراحل كديروها في اي ليميت كيما بغات تكون كتشوفوا لو تيرم دومينو تعملوا الفوق والتحت هادي ديما كتصدق دونك ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني دابا غنعوض دابا ولكن شوفوا شنو غادي تعاود السد نعم على هاد القضيه ديال التعامل السد عاد دخلتها انا عافاك واخا تعاودها
قلت لكم زعما ملي كيكون عندي ليميت ديال شي فلان فيني غالبا فلان فيني ديال شي تعبير فهمتي تعبير مقسوم على تعبير اول حاجه كنشوف هاد التعبير اللي الفوق واللي لتحت شكون اللي لانفيني ديالو كبيره ملي كتجيني لانفيني لانفيني بيان سور كنشوف شكون اللي لانفيني ديالو كبيره صافي الا كان اللي لتحت هو اللي لانفيني ديالو كبيره بحال دابا هنا في هذه الحاله ديالنا ليكسبونونسيال فكنقول ان الليميت تخرج ليا زيرو هادي عاد كنعرف النتيجة ولكن العكس كنقول ان الليميت تخرج لانفيني وباش كيفاش كنبينها كنعمل بلو تيرم دومينون الفوق والتحت يعني كنعمل بهذاك الحد المهيمن الحد اللي كيمشي اللي لانفيني ديالو كبيرة الفوق والتحت نعطيكم مثال هادي صراحتها بحال مثلا اكس كاري بلس 1 سيو اكس بيسونس 3 بلس 1 سيغ x كاري بلس 2 مثلا هادي غاتجيكم بلس لانفيني على بلس لانفيني كون اكس تنفيغ بلس لانفيني ياك ولكن اذا ولكن اذا حققتو مزيان غيبان لكم بلس لانفيني ديال الفوق هي الكبيرة دونك هادي تخرج بلس لانفيني كيفاش غديرولها غتعملو الفوق بإكس أوس 3 وتحت بإكس أو كاري وغادي تخرج لي كذلك هنا نفس القضية غنديرو أولا نتوما هادي منين استنتجنا القاعدة ديال كناخدو هادي اكس اس 3 على اكس كاري كناخذوا لو تيرم دومينون الفوق والتحت اكبر اس واكبر اس فهنا نفس القضيه دونك غنعمل الفوق اكس كاري والتحت اكسبونونسييل باش النيت غتجيني هاد العيبه هادي اللي عارف الليميت ديالها هي زيرو دونك سي 1 سيو 1 سيو اكسبونونسييل اكس موان ز كما كتعرفوا عاوتاني حاجه اخرى دابا هادو لي فونكسيون بحال ليكسبونونسييل داكشي لي فونكسيون ردو معاهم البال ايكسبونونسييل اكس سيو اكس بويسونس ان هادي راه توجور سي بلس لانفيني الا كانت مقلوبه اكس بويسون بيان سور كون اكس تنفيغ بلس لانفيني الا كانت مقلوبه كتكون زيرو لان واحد عليها فهمتي دونك زيرو كتكون واحد على بلس لانفيني فكذلك هنا هانتوما لاحظوا معايا دونك سي ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني نوضح اكثر ان سو اكسبونسيال اكس سو اكس كاري ولكن راه ما كتعتبرش ليميت ايزيول صراحه لكن غنوريكم كيفاش ديروا ليميت ايزيول اللي كنعرفوا شنو هي هي اكسبونسيال اكس على اكس ها هي اكسبونسيال اكس على اكس هذه اللي كتعتبر ايزيول عبر الضلبه ليميت ديال اكسبونسيال اكس سو اكس هي اللي كتسوى بلس لانفيني كون اكس تنفيغ بلس لانفيني ما هذه يمكن تعتبر ايزيول دونك كيفاش غندير دابا بان لي ان هذه سي هذه زيرو وهنا غتدي 1 سيغ موان ز لان حتى هذه حتى هذه غتمشي لزيرو 1 سيغ موان دونك زيرو في موان ز هي زيرو دونك سي زيرو كتب الجواب بعد نقلل الجواب ديالي كار شنو هو لان الليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني فكما يكون عندكم اكسبونونسيال سيو اكس بيسونس ان او لا اوكاري هكا دابا عندنا اوكاري في الدوكا خصني نبين او نبين هذيك الفورم ديال اكسبونونسيال اكس سيو اكس كيفاش غندير لها هذا راه درتوها لو كور وداكشي ونعاود نفكر بها دونك اش غندير غندير اكسبونونسيال 1 سيو 2 او لا اكس سيو 2 لو تو بيسونس 2 سيو اكس كاري باش هكا غتولي لي ليميت كون اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس سيغ 2 سيغ اكس لو تو او كاري ولكن خصني انا سيغ 2 هنايا سيغ 2 ولكن غنضرب في 2 ولا خرجتها برا تولي 4 دونك فوا 1 سيغ 4 هادي بحال ليميت كون غروند اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال غروند اكس سيغ غروند اكس ديال فوا 1 سيغ 4 وهادي نقدر نقول بلي راها بلس لانفيني نيشان وبلاست بلاست 2 حطوا ان يعني كيما بغات تكون ان تكون عندك اكس سيغ ان وخدموا بها عادي دونك هل القضيه الاولى القضيه الثانيه هي ان الليميت ديال اكسبونونسيال اكس كون اكس تنفيغ بلس لانفيني هي بلس لانفيني حتى هذه خدمت بها كوم ليميت هذه ماشي ايزيال فاضطريت انني ديمونطريها وهذيك ايزيال قلتها نيشان بالتالي ليميت ف بلس لانفيني هي زيرو وفي موان لانفيني هي بلس لانفيني فوالا بقى لنا دابا لي برونش انفيني لي برونش انفيني
ياك واضحة هادي ياك. إذا بغينا نستغل ذاك إلا ما كانتش عندنا فونكسيون ديك الليميت زعما كون يجيل ما خصنيش زعما نجيستيفي بها ذاك الريبونس ديالي، خصني نجيستيفيها الريبونس ونجيستيفيها هي علاش درتها في كلمة. بحال هادي بقاو تجيستيفيوها، هادي جيستيفيوها وي، لأن الإيزيال هي هادي كيما قلت لكم. دونك هانتوما دابا بقاو لي برونش انفيني، لي برونش انفيني واحد القضية، واحد القضية نقولها لكم هنا، من الحوايج اللي كيخليوك انت مرتاح نفسيا هو انك انت مأكد ان الريبونس هي هي زيرو، باردون ليميت هي زيرو، أكد منها صافي. هاد اللعيبة ديال انك عارف الريبونس هي هاديك، فما كتخافش تقول لا كانت شي حاجة تكون في الريداكسيون، فهمتي؟ ما الريبونس راها فغي هي هاديك. دونك ندوزو دابا لي برونش انفيني. لي برونش انفيني قلنا صافي كنشوفو كيكونو في موان انفيني بلس انفيني، وحتى في لي برونش انفيني باردون تيكونو عندنا الا حسبنا الليميت ديال الفونكسيون من لي اكس تيؤول لانفيني، او حسبنا الليميت ديال الفونكسيون من لي اكس تيؤول العدد وعطاتنا لانفيني، جوج ديال ليكا. فهنا حسبنا لي ليميت في لانفيني، هادو هما لي بور ديال الار، هما الاطراف ديال الار اصلا. لي برونش انفيني تيكونو في المحدات ولا في البلايص اللي ما معرفاش فيهم الفونكسيون، لي بور على الجناب ديال الدومين دو ديفينيسيون. فهنا لي برونش انفيني اذا كانوا غيكونوا في فوازيناج دو موان انفيني اي بلس انفيني. مزيان، دونك هنا في موان انفيني حسبنا ليميت في موان انفيني عطاتنا بلس انفيني، هنا ما نقدروش نحكموا، خصنا ندوزو نحسبوا ليميت ديال كونستون فيغ موان انفيني ديال اف دو اكس سيغ اكس، ياك هادشي راه صحصو مزيان. دونك هادي الى عوضنا نيشان فباينة هنايا من التعبير ديال لا فونكسيون، اذا قسمناها على اكس ها هو، اذا قسمناها على اكس هتبقى غير اكس سيغ ان موان اكسبونونسيال اكس، اكس سيغ ان موان اكسبونونسيال اكس. وبنفس الطريقة فوالا غيعطينا فوق موان انفيني وتحت ان، دونك سي موان انفيني. وهنا ما غنعللش الجواب ديالي، شكون اللي يقول لي علاش، علاش ما غنعللش الجواب ديالي، علاش ما نقولش كار ليميت ديال اكسبونونسيال اكس كون اكس طون فيغ موان انفيني هي زيرو؟ حديش درتها، شحال من واحد تيبقى يعلل ديما، تيبقى يعلل يعلل يعلل، لا ما خصكش عللتي في الاول مصحح راه تيبدا يقرا من الاول للاخر ماشي من الاخر للاول، عللتي في الاول صافي مصحح ماشي يحكر على القضية، بس كما كتبقاش صافي ليميت ديال اكسبونت اكس شحال شي حاجة عللتيها عرفها منك مصحح انك عارفها بلا ما تبقى تعاودها ديما. هذا من الحوايج اللي كيزيدو يسرعوا على غيداكسيون ديالك وتكون الكاليتي ديالها مزيانة. مزيان، دونك موان انفيني ليميت ديال اكس سيغ اكس موان انفيني، شنو التأويل الهندسي ديال هادي؟ الوغ سي اف، قولوا لي جاوبوا ولا بغيتوا برونش بارابوليك ديريكسيون لاكس او يكريك، اون برونش بارابوليك تقبل فرع فرع شي جميل بارابوليك دو ديريكسيون، خصكم تقولوا ديريكسيون تقولوا الفوازيناج دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. ديما تنقول لكم هذا باش تعقلوا عليه علاش لي زوردوني، لان الاف دي اكس سو اكس ليميت ديالها عطاتنا لانفيني، دونك لي زيف دو اكس هما اللي كبار، دونك لي زوردوني هما اللي كبار، وبالتالي لاكس دي زوردوني الكوب غتميل لجهه لاكس دي زوردوني. دي زوردوني او فوازيناج ما تنساوش هذه شحال ما تنساها، او فوازيناج فين هادشي طارق حسبنا ليميت كون اكس طون فيغ موان انفيني ياك، بالتالي غتكون او فوازيناج دو موان انفيني هادشي طارق باش في الرسم. إذا كتبت أو كريك أستاذ ماشي مشكل بلاصة بلاصة ديك لي زوردون تبغى أو كريك لاكس أو كريك تقدر ديرها أو كريك لاكس لي زوردون كي تسمى أو كريك دابا إيونا أنا دابا الفوازيناج دو بلوس لانفيني ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال إف دي إكس حسبناها لقيناها هي زيرو، هادي باين النتيجة ديالها شنو هي؟ ها
Asymptote horizontale. Admet. L'équation y égale. Une asymptote horizontale. تقبل مقاربا افقيا horizontal طال ديكواسيون ليكواسيون ديالو y يقال 0 اللي هو لاكس دي زابسيس نيت 0 ما ننساوش او فوزيناج 2 بلس لانفيني مزيان دونك ديما الليميت في لافيني كتعطيك بي اسيمبتوت هوريزونتال اللي عنده مشكل مع هادشي راه غيلقاني شرحو في ديك لي جي دو فونكسيون دو ا ا زد واحد السلسله سميتها لي جي دو فونكسيون ا دو ا ا زد اكتبها في يوتيوب اكتب حداها زكريا بوشا غتطلع لك مزيان دابا ندوزو كيستيون اخرى شوفوا معايا عاوتاني واحد القضيه خصكم تردوا ليها البال هنايا Question 2, on a étudié la continuité. Je vous bien dit, puis la dérivabilité au point 0. Et puis, ou la somme, l'arbitre de la somme, au dros, et ça, somme, et je crois qu'il y a f, c'est le nocta 0. La somme suffit de tartine, puis quand on a l'ordre, il y a une extrasse continuité, il y a la dérivabilité. Fihin, il y a déjà ou galoulina, maintenant, étudier la dérivabilité, la continuité et la dérivabilité au point 0. Maintenant, quand on se compte de la dérivabilité, elle est juste. Et on a dit qu'elle est dérivable. On se dit qu'elle est continue. Ou le mal qu'elle est dérivable, on a dit que la continuité est bouhada. La dérivabilité est une chassia plus forte que la continuité. Ishtiqaq, qabilité, ishtiqaq, il y a ktar, j'ai ktar de la continuité. لكن تقابل الشقاق راه كونتيني طيب ولكن بما انهم فرضوا علينا الترتيب فغنبداو بلا كونتينيتي هي الاولى باش ندرسو لا كونتينيتي في ان بوان كنحسبو ليميت كون اكس تونفير هذاك البوان دونك كيستيون 2 نحسبو لاحظوا انني ما كنقولش بزاف داك اون ما كنكتبش بزاف اون ناقد كنجينيشن ليميت كون اكس تونفير 0 ديال اف دو اكس ايكال نشوف لا قدرت نكتب الجواب نيشان ونعلو الفونكسيون ديالنا هي هذه نرجع لها ها هي سنة العوت ب 0 باه هنا العوت ب 0 غعطيني لا لا ما باينش عطيني 0 على 0 حيت اكسبونس 0 هو 1 عطينا 0 على 0 دونك هنا غنضطر انني ولكن ما صافي نديرها هكا اكسبونس اكس لو كنتي درتيها في الوسخ لو كنتي مثلا مشيتي للوسخ راه معايا نوريك واش العباس باش ما تبقاوش تضيعوا الوقت ديالكم في الوطن لو كنتي مشيتي للوسخ ها هو الوسخ انا كتبو هنايا ودرتي حسبتي ديك الليميت ديك الليميت كون اكس تونفير 0 ديال اكس كاري سور ان موان اكسبونسيال اكس انا جي ديال الوسخ ونقشتيها في الوسخ بيان سور هنا خصك تشوف شنو هما لي ليميت اللي عندك كون اكس تونفير 0 ديال ليكسبونونسيال هذا هو الكلي باش تعرف شنو خصك دير شكون اللي يقول لي شنو هي الليميت اللي فيها اكس تونفير 0 في ليكسبونونس ديال ليكسبونونس اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس وقيلة فوالا وهنا واش يمكن لينا نبينوها ولا لا نجبدوها تما هاي اكسبونونسيال اكس ناقص واحد خصنا نقلبوه كاينه ياك بحال عندنا استاذ يمكن دونك الكلي هو تقول تشوف تقول اكس تونفير زيرو واه وشنو هي هذه لا سواء في الالين ولا في ليكسبونسيال كتشوف الاكس تونفير كوا وكتشوف انت لي ليميت اللي عارفهم على الالين ولا ليكسبونسيال اللي فيهم اكس تونفير هذاك العدد وكتبقى تشوف كيفاش تقدر تستغلو هذا هو الكلي دونك هنا غنجي غنقول نقول سيدي هنا خاصني واحد اكس خاصني غير اكس هنا اكس اكس انا عندي ا موان اكسبونس اكس ندير لها موان اكسبونس اكس موان زان فوا اكس دونك هاهي بنت بكل مقلوبة خاصني نقلبها دونك ندير بحال عندي ان سيغ
أو موانز زان سو إكسبونسي إكس موانز زان سو إكس هاي هادي كتسوى واحد كون إكس تنفر زيرو فوا إكس بار بحال عندنا موانز زان في زيرو ليميت تخرج هي زيرو دونك غنجي هنا الوسخ ياك ومني تجي الوسخ متبقاش تكتب من هنا متجيش تكتبها من هنا وتعاود نفس الستاب غتجي تكتب هادي نيشان غتجي تكتب سي موانز زان سو اكسبونسيال اكس موانز ان سور اكس باش ما كتضيعش داك الوقت اللي ضيعتيه في الوسخ فهمتي بحال كتسمى ما ضيعتيش وقتك في الوسخ كتجينيش انت تكتب هادي و اكس ار ايغال فوالا كدير ايغال ايغال ا زيرو اللي هو اف دو زيرو و غنقولو علاش كاغ limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x est égal à 1. Yeah. Donc, f est continu. Les bêtes astuces les convertir comme les bêtes qui font croissance, qu'à d'aller. Haoulou, tu peux te faire l'examen, tu peux te faire d'autres examens, ou tu peux te faire l'examen, tu peux te faire l'examen. باش هكا يعني تولو كتخدمو بيهم ويجيكم عادي شي حاجه عادي اف كونتينيو اون زيرو دابا غندوزو لا ديريفابيلتي البوان الاول هذا البوان الثاني لا ديريفابيلتي ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال اف دو اكس مو اف دو زيرو سو اكس موان زيرو غادي باش ندرسو لا ديريفابيلتي ايكال غاتجينا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال اف دو اكس سو اكس لي انا ديجا عرفت التعبير ديالها درناها قبيله زيرو ديال اكس سيو ان موان اكسبونسيال اكس حيت عندنا اكس كاري غنقسمو على اكس غيمشي لنا واحد الاكس كذلك هذه نفسها بحال الاخرى راه هي الاخرى خصني نقلبها حتى هي سي ليميت كون اكس تون فيغ زيرو ديال ان سيو موان اكسبونسيال اكس موان زان سيو اكس تيكال موانز 1 علاش لان 1 سيغ موانز 1 واش غنعاود نعلل الجواب ديالي عاوتاني لا لانني يلاه قلتها له هنايا دونك موانز 1 اللي هو اف بريم دو زيرو اللي هو النومبر ديريفي دو زيرو ها هذا ابارتيني ا ار ينتمي ل ار دونك اف اف اي ديريفاب قابل للاشتقاق او بوان زيرو شفتو السلاسة السلاسة في الجواب ما كت ما كتعطرش بزاف وما كتكتبش بزاف يعني دغيا كتجاوب سير دابا كيسيون 3 ا مونتري كو بور توت اكس من ار اطوال اف بريم دو اكس تساوي التعبير كنظن بلا ما ندير الحساب الكالكول ديال الديريفي بلاش بلاش باين دونك الديريفي هي هذيك هاد الكيستيون باينه كلشي كيعرف يحسب لا ديريفي من بعد بي ديسيني لو طابلو دو فارياسيون دو اف باش نعرفو لي فارياسيون ديال اف خصنا لو سين ديال اف بريم و لو سين وهنايا اف بريم هي معرفه في ار ايطوال لا اف بريم هي اللي معرفه في ار ايطوال وي معرفه في زيرو و اف معرفه في اغ اف معرفه في اغ لان كاين لي ماج زيرو مزيان نسولكم واحد السؤال لاحظوا اننا هاد الديريفي حسبناها بو لي زيكس اللي كيخالفوا كيخالفوا زيرو يعني اغ ايطوال الوغ فين هو اف بريم دو اف بريم دو زيرو حسبناه بوحدو اف بريم دو زيرو حسبناه بوحدو دونك لا ديريفي الا بغينا نكتبوها في اغ كاملة شنو هي غتكون بحال هكا غتكون هي ديك اف بريم اللي لقينا اللي كانت من تما و اكس ديفيرون دو زيرو وعاد اف بريم دو زيرو غيكون بوحدو هو موان زان
نتو كيفاش يعني راه ماشي اش مكانيش انني با ديريفابل في ان هي ديريفابل في ان هو النومبر ديريفي ديال زيرو بوحدو يتحسب مزيان وهاد اف بريم دو زيرو كتمكننا باش نلقاو ليكواسيون ديال لا طونجونت في لو بوان زيرو مزيان دونك بالنسبه نرجعوا دابا للطابلو دو فاريس خصنا لو سين خصنا لو سين هنايا كتشوفوا معايا اف بريم دو اكس راه لتحت داكشي اللي لتحت بوزيتيف دونك عندي فوق غير اكس جي دو اكس دونك لو سين ديال اف بريم دو اكس هو لو سين ديال اكس فوا جي دو اكس و لو سين ديال اكس فوا جي دو اكس خصنا يكون عندنا الطابلو دو سين ديال اكس و ديال جي دو اكس فين في ار ايتوال ار ايتوال وعندنا اف بريم دو زيرو تيكالا موان زان اللي هي نيجاتيف شوفوا معايا دونك غنكتب شحال رقم السؤال 3 بي 3 بي لو سين دو اف بريم دو اكس sur chauffe chauffe sur R étoile est celui de x fois g de x. Et on a f prime de 0 rayé moins 1 négatif. Donc, pour l'angolo, le 0 qui est en train de se بسبب الاطوال انا عارف الاشاره ديالو اف بريم دو زيرو راها نيجاتيف دونك اف بريم دو اكس نيجاتيف بور اكس ايكال زيرو شي قصد علاش كتبتها لانني في الطابلو غندير بحسابها قلنا ان اكس حنا عندنا لا فونكسيون معرفه في ار دونك لي فارياسيون ديالها خصهم يكونوا في ار ماشي في ار ايطوال شي باش هنايا كتب زيد دونك غندير لو سين ديال اكس راه باين ولكن غنديروه بوحدو تا هو وجي دو اكس هنايا عاد البرودوي ديالهم هادي باش ما تضوخوش البرودوي ديالهم لو سين ديالو هنا ومن بعد البرودوي ديالهم عاد لو سين ديال اف بريم دو اكس ومن بعد اف بريم دو اكس عاد لو سين ديال اف المهم كل واحد وكيفاش غادي يجاوب كاين اللي غايدير هادو بوحدو ما غادي يجي يدير طابلو واحد كاين اللي غايدير جوج طابلوات المهم عندنا اكس كتنعدم في زيرو اكتبوا هنايا في الوسط اكس كتنعدم في زيرو وجي دو اكس كتنعدم في زيرو الفا دونك عندنا الزيرو الفا هما اللي كينعدمو فيهم زيرو الفا لو سين ديال اكس من اكس كتنعدم في زيرو وما كتنعدمش هنا دونك هنا يعني نيجاتيف وهنا بوزيتيف بالنسبة لو سين ديال جي دو اكس كتنعدم في زيرو الفا بجوج وشفنا داك الخانة سمعني يا استاذ داك الخانة ديال اف بريم دو اكس هي يعني الخانة ديال اكس فوا جي دو اكس زعما بلا ما نعاودو لا لا اف بريم دو اكس راه هي اكس فوا جي دو اكس سيغ هذاك ان موان اكسبونونسيال فهمتي حيت الاشاره ديال اكس فوا جي دو اكس يعني ديال اف بريم دو اكس حيت هذا بوزيتيف داك باش انا نكتب عندي لو سين ديال اكس فوا جي دو اكس هنا نقلو هو نيت لو سين لتحت صافي يمكن لي انا ندير مثلا واحد الخانه ندير اف بريم دو اكس لا صافي صافي المهم هنايا حيت باش زعما هادو غندير لهم برودوي غنحصل على الاشاره ديال اكس فوا جي دو اكس فهمتي شكرا دونك هانت بحال دابا انا جي دو اكس غندير لها الاشاره ديالها هنايا شفناها قبيله هي بوزيتيف وهنا موان لو بلوس الطابلو دو سين ديال اللي درنا قبل نرجع له لا هو ها هو شاف زيرو الفا نيجاتيف الاخرين بوزيتيف هنا البرودوي ديالهم دونك غتنعدم في لي دو موان فوا بلوس هي موان plus fois moins moins plus 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 on a إشارة ديال f prime de x قلنا هي نفسها إشارة ديال x fois g de x ف
فغتكون كتنعادو تاهي هنا زيرو و الفا غتكون بحالها اف بلاتي فين هو هداك فين هو زيرو فلا زيرو لا لا بلاتي انا كنت غنتقول بهنا انا كنت غنتقول افريم دو دو زيرو استاد القديم افريم دو زيرو موان زان انا مخصنيش ندير كتنعادو انا خصني ندير نيجاتيف شنو اللي خلاني درت هاد القضيه لان قلت ان اف بريم دو زيرو ايكال موان زان حيت هذاك التعبير اللي هو اف بريم دو اكس راه اللي لقينا راه بوغ في اغ اتوال هذاك في اغ اتوال كاين داكشي علاش انا غندير موان صافي نمشي غندير موان يعني دخلت الزيرو الاخرى الاخرى ديك اف بريم دو اكس دابا بحال خدامه باف بريم دو اكس اللي كتبت لكم هنا نسبت لكم هنا هاد فوالا دونك لا فونكسيون ديالي غتكون ديكروسونت نا وي غتكون كروسونت نسيت هنا الموان انفيني موان انفيني ليميت في موان انفيني حسبناها عطاتنا بلوس انفيني وقيلا و هنايا تكون عندنا اف دو الفا وهنايا ليميت بلس لانفيني هي زيرو حيت عندنا راه شفنا قبيله اسيمبتوت اوريزونتال سي لوجيك شي هو هذاك اف دو الفا خاصها تكون صغر من زيرو و اف دو زيرو شحال هي اف دو زيرو هي زيرو بحال عندنا هنا زيرو لا فونكسيون راه كتكون فوق محور الافاصيل فوق لازابسيس من موان انفيني حتى زيرو من بعد في الزيرو من زيرو لبلس انفيني كتبقى نيجاتيف لاحظتوها غير من الطابلو باين دونك دابا درنا طابلو دو فارياسيون ديال اف كيسيون سي فيريفي كو اف دو الفا تيغال الفا فاكتور الفا موان دو نورمالمون لجينا كتبنا اف دو الفا نيشان شنو هو اف دو الفا يكون هو الفا كاري على حسب التعبير اللي هنايا هو الفا كاري سيو ان موان اكسبونسيال الفا دونك ماشي هو هاد التعبير شنو اللي خليني ندوز من هاد التعبير التعبير الاخر اللي هو الفا فاكتور الفا موان دو خاصها الاكسبونسيال ما تبقاش وانا كنت كنعرف الالفا يعني خصني واحد المعلومه اخرى غنعرف الالفا ان جي دو الفا ايكال زيرو هي المعلومه الاولى اللي كنعرف الالفا ترجع لفوق وكا وقع الامتحان وكتشوف شنو الفا شنو عرفتي عليه في الاول ان جي دو الفا ايكال زيرو انه محصور ما بين ان دو هذيك محصور ما بين ان دو ما غتبعناش في لي كالكول جي دو الفا هي زيرو وجي دو الفا ايغا زيرو كش كتعطينا شوف هنا جي دو الفا ايغا زيرو كتعطينا بلي دو بلس الفا موان دو اكسبونسيال الفا ايغا زيرو دونك نقدر نلقى اكسبونسيال الفا اون فونكسيون دو الفا دونك اكسبونسيال الفا بحال تقول هي موان دو سيغ الفا سيغ الفا موان دو وصافي غادي تشد هاد اكسبونسيال الفا اللي هنا وتعوضها بموان دو سيغ الفا موان دو غندير هنا نيت باش بلا ما نحتاج نقول الفا كاري سيغ ان موان موان دو سيغ موان دو سيغ الفا موان دو غتولي بلوس دو سيغ الفا موان دو اذا واحد المقام تما تولي الفا موان دو طلع الفوق الفا كاري سيغ الفا موان دو بلس دو هي الفا غتبقى ليا الفا فاكتور الفا موان دو هي هاديك صافي دونك هادي بلا ما نعاود نكتبها باينة واضحة ياك واضحة دونك هنا قالولنا تخصيص سي اف وعطاونا الفا تقريبا هو 1.6
دونك باش تخاصيو لا كورب ديال شي فونكسيون خصنا كاع لي زانفورماسيون ليها، ومن اولهم هو الطابلو دو فارياسيون ديال ان. الوغ لا فونكسيون ديالنا راها ديفيني سيغ هنا هي ترسم مليان ترسم في ار نحط اول حاجه قبل ما نحط لا فونكسيون نحط لي لي داكشي لي اسيمبتوت وكلشي ولي طونجونت وعاد وعاد نرسمو لا فونكسيون. دونك غنجي نشوف هنايا غير الطابلو دو فاريسيون اللي كنتي خادم وعارف شنو خادم غير من الطابلو بلا ما تحتاج ترجع للاخرى، يعني عندك ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني وكتعقل ان لقينا واحد لقينا واحد برونش برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي des ordonnées. Donc l'image de 0 c'est 0, hein? L'image de 0 il y a 0. هذه الشغله تعطيني انها 12 من هنا 12 من هنا point 0 0 والايماج ديال الفا حتى الفا عطاو لنا هو 1.6 الفا عطاونا هو 1.6 دونك او اف دو الفا خصنا اف دو الفا ضروري دونك لا كان عندنا لا كان عندنا هذا هو ان دو 1.6 تكون تقريبا هنا هذا هو الفا الايماج ديال الفا هي الفا فاكتور الفا موان دو دونك بحال 1.6 عامل 1.6 ناقص 2 الا حسبناها يناقص 0.2 ناقص 0.6 ناقص 0.6 64 اها دونك انا نخدم ناقص 0.6 اييه ناقص 0.6 تقريبا هنا دونك هذا هو البوان الفا اف دو الفا وي دونك تمر من هاد لي دو بوان هما زيد كنبقى نجمع في المعلومات عشوائيا فهمتي جمعوا باش ما تدوخوش خاصك ماشي ترتيب ولا اللي بانت لك شدها حطها في هنايا حتى تلقى انه ما بقات حتى شي حاجه زيد ايكغيك كا زيرو يعني لاكس دي لاكس او ايكغيك هو اسيمبتوت اوريزونتال مقارب افقي مزيان شنو باقي اخر موان زان هاد موان زان خصني نعرف عارف ان بلاتي عارف ان اف بريم دو زيرو هي موان زان يعني الا بغيتو نلقاو نكتب هنايا هي نزيدوها ماشي مشكل بغيتو نلقاو لا طونجونت لا طونجونت هنا تعاوني باش نرسم ليكواسيون ديال لا طونجونت ليكواسيون de la tangente de CF au point 0 je reste qu'on y est égal F prime de 0 facteur X moins 0 plus F de 0 F prime de 0 c'est moins 1 donc on a moins X au sort de 0 il y a 0 donc il y a heavy. ودي سهله باش ترسم يعني تكون بحال هكا هي ما ترسمهاش ايكال موان اكس ترسمها كامله وتكون هي بحال هكا لان اكس كاينه بحال هكا غتكون بحال هكا ونرسم غير طونجونت ماشي شي حاجه كثير هكا ترسمهاش كامله غير هاد كافيه مزيان دابا شنو باقي اخر و برونش بارابوليك دونك صعب بلا ما تحمقوا راسكم بزاف معاها الا عطاكم هما بليس دو ديتاي يعني الفونكسيون ديالي غتدوز من هنا تكون نازله هكا نزل من هنا لا باردون شي تقرب من
لاكس دي زابسيس. هنا مادام إذا اخترقت هاد لا طونجونس غتولي بوان دانفليكسيون، حنا معندناش هاد القضية، طونجونس عادية هادي بحال هاكا، وطلع دير برونش بارون برونش بارابوليك دون لا ديريكسيون دو لاكس دي زوردون. هذا هو السي اف بكل بساطة، مفهوم؟ واضح الأمور؟ الطونجونت عاونتني باش نعرف الديريكسيون، ياك الطونجونت هادي عاونتني باش نعرف لا ديريكسيون نطلع. وحتى لما درتوهاش يعني مطلبوهاش منكم، ما خصكم ديروها صح، لأنه بينتو أنها ديريفابل وعندكم اف بريم دو زيرو ديروه مزيان. ياك اللي عنده شي كيسيون بخصوص هاد الرسم وكذا يسول. استاذ نعم، بالنسبه لديك لا طونجنت كان بحال ما بحال ما عاوناتناش حتى شي حاجه وحده، اصلا حنا عارفين انها كتدوز من البوان زيرو و بوان و راه اصلا طوط ما بلس بلس لافيني و يعني راه الراس ما غادي اصلا بحال هكا تصوب بلا طونجنت و بلا لا طونجنت. انا نوريك الامي ديالها مثلا، عندنا البوان ياك باش عرفتي لالا انت غديري هكا ويطلع لهيه يمشي لهيه فعلا، فهمتي؟ هذا عاون واحد شوية. بعد هذا بان لينا انه غدوز هكا وغطلع هكا نيشان غتمشي بزاف تبعد كثر. المهم هو صراحة منفعناش شي منفعة كبيرة، ولكن تينفع ينفع فهمتي يعني ديريه، ما خسرتي والو، حسبتي ليكواسيون بالزربة درتيها ما خسرتيش شي حاجة. هنا نسينا واحد الطونجونت ضروري خص الداتا هي المينيموم، فهمتي؟ يعني ملي كتكون الكورب دايره ها تكون هنايا طونجونت اوريزونتال ولا وي طونجونت اوريزونتال، هادي ضروري دير واحد. هادي هي اللي كل الاولى كنديرها ونسيتها دابا. صافي دونك هادشي بالنسبه لاكورب. دونك لاكورب ها كيفاش قالبها، كتشدوا طابلو دو فاريسيون قدامكم وكتبقاو تحطو عشوائيه اللي بانت لكم، كتنعدم هنا كتقاطعنا هنا طونجونت كذا، حتى كتحسو انه رسمتو كاع داكشي اللي هو خصو اللي كاين بينتو على الفونكسيون. صافي وديك الساعه كترسمو الكوب يبان لكم الكوب ملي غادي تدوز. ربما هاد العشوائيه اللي كاينه في الرسم ديال الكوب هي اللي كتخلي الواحد يبان له الرسم ديال الكوب شويه داير، لكن راه سهل. دابا غندوزو سيدي لبارتي 3